أخرى أمل الأربعاء المدعوم بأنصاره أكد حقيته باللعب ضمن الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه على ضيفه جمعية وهران وعودته إلى الريال. اللقاء رغم أنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب من حيث الأداء إلا أنه ميزه ضغط كبير فرضه لاعبي أمل الأربعاء وسيطرتهم في الدقائق الأولى بمحاولات هجومية. ضغط الأمل توج بضربة جزاء احتج عليها كثيرا لاعبي الجمعية. ضربة الجزاء لم يستغلها جيدا اللاعب رابطة الذي فشل في تحويلها إلى هدف لتنتهي المرحلة الأولى بدون أهداف. نفس السيناريو تواصل في بداية الشوط الثاني لغاية الدقيقة 66. بوغروا يستغل الخطأ في دفاع الجمعية يسدد كرة ومزاير في المكان المناسب يتمكن من إمساك هذه الكرة. رحلة أمل أربعاء تواصلت بعد ذلك في مهمة البحث عن فرصة تسجيل هدف وخاصة في العشر دقائق الأخيرة التي ازداد فيها الضغط على أشبال سمير بوجعران. وكدت بعد ذلك الجمعية أن تصنع المفاجأة في هجمة معاكسة قادها بالغ وخروجه وجها لوجه مع الحارس طوال الذي أنقذ فريقه من هدف محقق. الوقت البدل الضائع كان الفيصل في نتيجة اللقاء بعد إعلان الحكم أعراب عن ضربة جزاء لصالح أمل الأربعاء ترجمها شرفوي إلى هدف أكد بنسبة كبيرة صعود فريقه إلى الرابطة المحترفة الأولى.